بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى جنات النعيم، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم جميعا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، المبعوث رحمة للعالمين والدال على الخير العميم والقائد إلى كل خير والدال على كل خير والداعي إلى كل خير، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى تابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أيها الأحباب الكرام، تابعت حوارا مهما تحدث في جزئية منه في بعض الفضاءات العلمية، تحدث عن التدين والتمدن، وراقتني الفكرة كثيرا، إذ أننا دائما وأبدا نشير إلى هذا المعنى من بعيد وأحيانا نقترب منه، ولكننا في هذه الوقفة الحضارية نحب أن نتكلم عن التدين والتمدن. أما التدين فهو أن يسلك الإنسان في حياته مسلك الالتزام بالمعاني الكبرى للدين، وأن يتشرع في معاملاته، وأن يقوم بما تعبده الله به. فنطلق على الجزائر، على المجتمع الجزائري، نقول هو مجتمع متدين، لأنه يبني المساجد ويقيم فيها الصلوات الخمس، ويحج أفراده ويصومون، فهو مجتمع متدين، نقول هذا سواء كثر فيه العصاة أم قل، نقول بأنه مجتمع متدين. وكذلك الشأن في بقية الشعوب التي تدين بدين الإسلام، نتكلم هنا عن التدين بالإسلام. أما التمدن، المدنية هي أن يكون الإنسان ملتزما بالحضارة التي يعيش فيها، فلا يمكن أن يعيش في القرن العشرين بلباس العصر الحجري مثلا، أن يضع قطعة من الورق والجلد تستره ويأخذ مهمازا في يده ويعيش حياة العصر الحجري بهذا المظهر. فالتمدن يقتضي من الإنسان أن ينتفع بمرافق العصر، أن ينتفع بمظاهر المدنية التي يعيشها، دون أن يخرج عن قشرته الأصلية وهي إنسانيته أو دينه. ما أحب أن أنزله إلى واقع الناس اليوم، أن هناك صداما كبيرا بين التدين والتمدن عند طائفة من أبنائنا، تجده يلبس لباسا لا تناسق فيه باسم الدين، يلبس لباسا لا يجتمع لون النعلين مع القميص الذي يلبسه مع ما يضع على رأسه، لا تجد ذرة تناسق، ويضيف إليه لباسا عصريا أحيانا في الشتاء مثلا. فتنظر إلى هذا المظهر وتناقضه مع المدنية المعاصرة. لا أقول بأن الإنسان يجب أن يتجرد من لباسه الأصيل، حاشا وكلا، وإنما أقول يجب أن يقدم صورة الإسلام في أبهى المظاهر. كان سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، الذي شهد الحروب الصليبية، كان هذا الرجل رضي الله تعالى عنه يلبس لباس الملوك، مع أنه كان عبدا صالحا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، يعتبر من قواعد الإمامة الروحية في تاريخ الإسلام كله، كان يلبس لباسا فاخرا. فجاءه بعض من يعتقد أن الدين هو أن تلبس لباسا باليا وأن تظهر المسكنة والعبوس في تقاسيم وجهك، فقال له: يا أبا الحسن، من يراك يقول أنك ستخلد في هذه الدنيا بهذا اللباس الملكي الذي تلبسه؟ قال له سيدنا أبو الحسن الشاذلي: يا هذا، لباسك يقول أعطوني فلسا لله، ولباسي يقول الحمد لله.
فاللباس المحترم، اللباس الذي يدل على التحديث بنعمة الله، هو دليل على فهم الدين في عمقه. أما التظاهر بالمسكنة بألبسة بالية أو ألبسة أشبه بالأسمال منها بالثياب، فهذا إفساد للذوق في الدين. تحدث صلى الله عليه وسلم عن الثياب وعن جر الثياب، فسأله سيدنا عبد الله بن عمر: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون لباسه حسنا؟ قال: ليس ذلك من الكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس ذلك، وقد ذم صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. لنتأمل هذا الحديث، الخيلاء هي الإعجاب بالنفس والمفاخرة بالثياب وبالمظاهر، هذا مذموم، لأن الإنسان إذا أحس بأنه خير من بني جنسه، خير من بني الإنسان، فإنه يجب أن يراجع نفسه. فإننا مستوون جميعا في الإنسانية، سواء اختلفنا في الدين أو في اللغة أو في اللون أو في الشكل أو في العنصر، نحن جميعا بشر، كلكم من آدم وآدم من تراب. أن يجر الإنسان ثوبه تفاخرا وإحساسا بأنه خير من غيره، هذا هو الذي ذمه صلى الله عليه وسلم. أما أن يلبس الثياب الحسنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الله فطرنا على حب الجمال، والمولى الكريم سبحانه وتعالى دلنا على التحديث بنعمة الله، مخاطبا إيانا بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالذي بإمكانه أن يمتلك السيارة الفاخرة فليمتلكها، والذي بإمكانه أن يلبس الثياب الفاخرة فليلبسها، والذي بإمكانه أن يبني الدار وأن يتوسع في الرزق فليفعل ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أربعة من خير المرء: المرأة الصالحة، والجار الخير، والمركب الهنيء. لاحظ قوله المركب، في الزمن السابق كان حمارا أو فرسا أو جملا، أما في هذا الزمان فالمراكب من السيارة إلى الطائرة إلى الباخرة، من استطاع أن يملك أي وسيلة نقل فاخرة من عرقه من ماله الحلال فليفعل ذلك تحديثا بنعمة الله. المركب الهنيء والمسكن الواسع، فإن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذنا في هذا الحديث من المسكن الضيق، المسكن الذي تسقط فيه الحرمات، المسكن الذي يذهب فيه الحياة، المسكن الذي لا تستطيع أن تستضيف فيه الناس وأن تتوسع فيه وأن تخصص مكانا للقراءة والكتابة، وآخر للنوم، وآخر للاستحمام، وثالث للطبخ، ورابع للنظر في الخضرة. ثلاثة تذهبنا عن المرء الحزن: الخضرة والماء والوجه الحسن. هذه الأشياء التي يجب أن نتعاطاها. يأتي بعض المسلمين في هذا الزمان فتجده خاملا متمسكنا. جاء سيدنا عمر إلى المسجد فوجد بعض هؤلاء جالسين في المسجد: ما تفعلون؟ فإذا بهم يدعون الزهد والنسك، فطردهم من المسجد وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اذهبوا إلى العمل. وكان سيدنا عمر من هؤلاء الشداد الغلاظ الذين يقومون وقفة الحق ويقفون وقفة الحق في كل الأحايين. جعل الله الحق جاريا على لسانه وقلبه، ولكنه كان رحيما مسكينا في قلبه، كان متواضعا بداخله، شدته كانت في الدين وفي الحق. وسئلت إحدى أمهات المؤمنين عنه فقالت: إن عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا. ليس الزهد في هذه المظاهر التي يحاول بعض أبنائنا اليوم، الذين تركوا الألبسة الأصيلة، تركوا لباس الأجداد. فالجبة لوحدها في القطر الجزائري الحبيب كله تزيد عن 30 نوعا، من الجبة القبائلية إلى الميزابية إلى البسعادية إلى التواتية إلى الترقية إلى
الوهرانية، التلمسانية، القسنطينية، التبسية، واعذروني لكثرة أنواع الجبب التي يلبسها الجزائريون والسراويل المحتشمة التي تتنوع بتنوع الولايات، هذا القطر القارة بسم الله ما شاء الله ترى، والعمامات التي توضع على الرؤوس وهي متنوعة كثيرة جدا في هذه البلاد الكريمة. تركوا لباس الأجداد، أحدهم يلبس كهيئة الأفغان والآخر كهيئة الحجازيين والآخر، هذا يعني من التفريط في ميراثنا الثقافي، من التظاهر بتدين جديد لم يعهده الآباء والأجداد الذين كانوا على سيرة حسنة وعلى فطرة حسنة، وازدادت لحمتهم حين أسس سيدنا الأمير عبد القادر رحمه الله الدولة الجزائرية الحديثة، ثم جاءت دولة الاستقلال التي انسكبت أعمالها في عمل جماعي هو الثورة الجزائرية المباركة التي لم يكن فيها فرق بين هذا وبين ذاك، كلهم كانوا متحدين، كانوا متدينين على الفطرة. أما هذا التدين الذي فيه بعض التظاهر بالخشوع وبعض الخروج عن المألوف بألبسة شاذة عن الواقع الجزائري وغريبة عن الواقع الجزائري، كل هذا يدعونا إلى تنبيه أبنائنا إلى الاعتزاز بحضارتهم والاعتزاز بثقافتهم والاعتزاز بتدينهم الفطري. لاحظ إذا رأيت صورة الأمير عبد القادر مثلا، وقد ضربت به المثل كثيرا وله لقب السيادة منا جميعا، إذا رأيت إلى هيئته وإلى لباسه وإلى عمامته وإلى سبحته التي يمسكها بيساره وإلى سيفه الذي يمسكه بيمينه وإلى حذائه وإلى سرواله وإلى برنسه، رأيت بهذا اللباس الجزائري الأصيل أدهش أهل دمشق بعلمه وبتواضعه وبأصالته، فالتفوا حوله وأعجب به الملوك والرؤساء وعلقت له النياشين، واليوم تسمى مدن كثيرة في العالم ويعني شوارع عديدة في الولايات المتحدة وفي أوروبا باسمه. هذا الرجل جسد أصالة الجزائر في كل شيء، وكان ثائرا من أجل الحق ومن أجل إقامة الدولة الجزائرية المستقلة التي جاهد من أجلها. أيها الأحباب الكرام، التدين والتمدن ما الذي يمنعك من الانتفاع بالحضارة المعاصرة من تقنيتها ومن بعض آثارها الإيجابية ومن اختصارها المسافات؟ الكثير مما نفعله، بعض التصرفات في الشوارع، بعض المظاهر باسم الدين، تدخل المسجد فترى بعض الأظافر التي قصها أصحابها وتركوها في المسجد، ترى أثر يعني بعض النجاسات التي تلقى من الأفواه في المسجد، إذا جئت إلى بيوت الوضوء أزكمتك الرائحة الكريهة، مع أن الإسلام دين النظافة ودين الفطرة. أحيانا أقسم بالله العظيم تسجد في مسجد من المساجد أثناء الصلاة فإذا بك تتمنى أن ترفع رأسك من السجود للروائح الكريهة التي تنبعث من الزرابي ومن الأفرش. الكثير من الناس لا يتقون الله في هذا الدين، يدخلون دون أن يتعطروا. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة التطيب والروائح والعطور الفاخرة، يدخل بها الإنسان إلى بيت الله إكراما لهذا المكان. وغاب تجمير المساجد، وقد كان سيدنا أنس بن مالك يبخر مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يضع فيه الروائح الطيبة حتى يستريح الإنسان. مظاهر التمدن والتدين متصادمة في بلادنا وفي مجتمعاتنا بسبب الفهم السيء للمدنية وبسبب التدين الكاذب عند بعض الناس، ولكننا مع ذلك نأمل خيرا بالوعظ والإرشاد والتدريس والبرامج المدنية التي نبثها بين أظهر الناس حتى نستعيد رونق الدين وفطرته وبهاءه. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مظهر الجمال والكمال في كل أفعاله وتصرفاته، والسلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين. Thank you.